شلون تتنفس أثناء التمرين؟ وايد احنا كنا نسمع مثلا يقول لك لازم تتنفس بطريقة معينة، تاخذ من خشمك وتطلع من حلجك، هذه الطريقة الصحيحة في التنفس وقت التمرين. صدق هالكلام هذا كابتن؟ زين، شلون نحول الطريقة العلمية والصحيحة في التنفس نحولها إلى أمر واقعي؟ احنا يعني ما احنا مكاين، احنا ناس قاعد نتمرن، شلون نطبقها؟ وهل هذه قاعده تطبق على الكل؟ اوكي، بالنسبه اولا التنفس لما يقول لك خذ من خشمك وطلع من حلجك، هذا شيء حلو. ليش؟ لان الخشم عباره عن فلتر، الشعيرات الشعر الموجود او الشعيرات الصغيره هذه مع السائل المخاطي هذا الموجود يصير يعني الخشم يصير داخل استيكي، يعني اي شيء يمسكه، اي غبار اي شيء يمسك ما يدش داخل الرئه ويتلف الرئه. زين، فهو فلتر. لما تروح تغسل خشمك الاستنثار، وهذا احنا عارفينه وقت الوضوء للصلاه، انت قاعد تنظفه، فتنظف مجرى التنفس مالك دائما. بس شلون احنا نطبقها في التمرين؟ اذا قدرت طبعا انت بتمرن تاخذ خشمك وتطلع من حلجك، هذا احسن واحسن مثل ما قلنا عشان فلتر، خاصه اذا كان تمرينك برا غبار ودخان الامور هذه كلها. زين، وقت بالنادي انت شلون تتمرن وتتنفس؟ خلينا نقسمها لقسمين، قسم حديد وجماعته وقسم الكارديو اللي هو على الاجهزه ركض مو حديد ولا شيء. لما تيجي حق الحديد، اذا كان وزنك خفيف واجهزه وتوك بادي، زين يعني ما يحتاج تركيز، ما يحتاج هذه الامور، زين تنفس عادي عادي بحلجك بخشمك، ماكو اي مشكله تنفس. زين، لانه ما في تركيز، ما في اي شيء، وزن خفيف وكل شيء خفيف، تبني سهل وطلع. زين، ولكن من اوزان الثقيله، زين اذا صار وزن ثقيل وبيصير عندك نوع من التركيز بكل تكرار، كل طقه بتركز عليها، هني لازم تتنفس تنفس اللي يقولون عنه اللي هو تنفس بخشمك وتطلع زفير من حلجك. زين، فزين متى تنفس زفير ومتى تنفس الشهيق ومتى تطلع الزفير؟ زين، لما تنقبض العضلة إذا انقبضت هذا زفير، وإذا العضلة انبسطت هذا شهيق. زين، شلون كابتن فهمنا؟ زين، خلينا نقول صدر، بدك صدر. زين، هذا العضلة تجي منقبضة وكذي العضلة منبسطة، صح ولا لا؟ البايسبس نفس الشيء، كذي منقبضة وكذي منبسطة. وقت انقباض العضلة تطلع الهواء. زين، وقت انبساط العضلة السلبي تاخذ هواء. فاذا الايجابي لما تنقبض العضلة تكرار الايجابي، زين تطلع الزفير. وقت التكرار السلبي اللي العضلة تنبسط تاخذ هواء. اذا وقفت تحت، زين تنفس، بعدين الطريقة اللي احنا قلنا عنها، تاخذ هواء بعدين طلع وقت التمرين وتنزل تاخذ هواء. زين، فهذه طريقة التنفس اذا كان وزنك ثقيل وصار عندك نوع من كونسنتريشن، تركيز، فوكس، تحتاج هذا التنفس. زين، اذا كان وزنك ثقيل حيل سوبر هيفي بطق طقة او طقتين بس، زين، او برا انت برا بتشيل شغلة ثقيلة حدك 5 ثواني، زين هني خذ هواء وامسك، لا تتنفس، يعني خذ هواء وشيل شغلتك اللي تبي اذا كان برا، واذا بالنادي طق طقه اللي تبيها مالتك، تكرار واحد مثلا ولا تكرارين. زين، هذه الطريقه لا تتنفس بهذه اللحظه، لان احتمالك اصابه وقت التنفس بهذه اللحظه. زين، طبعا انت عقب ما اخذ احتياطك سواء حزام ولا ضبابات وكذا، زين هذه امور مصوبه، بس اقول لك انه شلون انت ماخذ احتياطك بشكل، اخذ احتياطك في التنفس وقت الوزن الثقيل حيل سوبر هيفي. زين، وزن خفيف ما يحتاج، تمرينك سريع هذا ما يحتاج تنفس اللي تبي، تمرينك اذا كان ثقيل يعني من 6 الى 12 15 تكرار مثلا او حتى 20 تكرار بس فوكس، بكل تكرار قاعد تسوي فيه فوكس تركيز، هنا لازم تنفس مع انبساط العضله مع انقباض العضلة، يعني شهيق والزفير. زين، وإذا وزنك ثقيل سوبر هيفي امسك التنفس لا تتحرك. زين، هذا بالنسبة للحديد. بالنسبة للكارديو،
تمارين الكارديو هم راح نطبق عليها نفس النظام هذا. اذا كان توك جاي قاعد تسخن ولا تمرينك بالاصل تمرينك خفيف تمشي على سرعه 5 كيلو في الساعه مثلا زين، القاري مثلا او اي تمرين برا مو شرط اجهزه زين، اذا كان خفيف تنفس عادي زين. ليش؟ لان جسمك عادي لما تنفس ما في اي مشكله، ولكن لما يزيد الجهد شويه زين فهني تحتاج الى تنفس اللي احنا قلنا عنه يختلف عن الحديد، لا تاخذ مع انبساط العضله وتطلع مع انقباض العضله، هذه ما في انبساط وانقباض، هذه انت نظم تنفسك بهالشكل زين. اذا صار جهدك سريع مثل قاعد تركض من يعني من ركض يعني فوق ركض زين، يعني ركض وسبرنت مثلا فوق ركض مع سبرنت العدو السريع حيل، هني ما ينفع هذا التنفس، الخشم ما يلحق يزودك بالكميه من الاكسجين اللي تبيه، فهني تنفس من حلجك عادي. ليش؟ لان جسمك الحين يبي كميه ضخمه من الاكسجين زين، لا تعتمد هذا التنفس اللي يقولون عنه زين، تنفس بشكل اللي ترى انت يناسبك يزودك بالاكسجين. اذا بالكارديو التمرين خفيف تنفس عادي، تمرين اللي شويه صار يعني هروله مثلا وش اسمه مو جهد كبير تنفس سوري خشمك طلع بحلجك، خشمك طلع بحلجك حتى بشكل سريع ماكو مشكله، بس بنزيد اكثر واكثر هني لا استخدم حلجك عشان تزود كميه الاكسجين اللي تحتاجها.